اسمي ناصر محمد المصري من الكويت. لي بعض التعقيبات البسيطة. اخواننا من ايران تكلموا قالوا بيرشن جلف. حقيقة هو مش بيرشن جلف، هو اريبي جلف. عفوا ليش؟ لان ايران محتلة اقليم الحواز العربي. البترول اللي صدر ايران هو بترول عربي. لكن ما حد تكلم عن هذا الامر. نسيت اخوانكم محتلين من 1925. اللي يتكلم بوضوح. لما الايراني يتكلم عن تحرير فلسطين، الأولى أن يحرر الأرض اللي هو محتلها العربية وأن يسلمها إلى أرضه. Practice what you preach. If you tell the Americans to go to hell, you should go to hell first because you have already occupied an Arab land. The other questions or the whatever. أنا لما أتكلم عن العلاقات أنا أتعجب منكم كعرب. ترفعون العلم الإيراني وإيران تحتل أراضيكم في الأحواز. وفي الجزر العربية وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن، وقتنا ما قالت الحقيقة اللي قاعد تكلم من روسيا. احنا ما قتلنا الحريم ولا قتلنا أطفال، احنا قتلنا أعداء اسمهم الحوثيين، عملاء لإيران، مثل ما نقاتل الحشد الشعبي في العراق، مثل ما نقاتل ربع سوريا اللي يوقفون مع النظام ضد الشعب السوري اللي قد تكوني انت واحدة منهم. لما ترفعون الإعلام ارفعوا علم الأحواز ونكسوا علم إيران وطردوا السفراء من إيران وقطعوا علاقاتكم.